بعد ما استلمت ولايه البيض ولا الحاضره قطاع الشباب والرياضه فيما يتعلق بالمسابح ثلاث مسابح تزامنًا والاحتفالات المخلده لعيدي الاستقلال والشباب خمسة جويليه على مستوى بلديه الرقاصه اربوات وبلديه الكاف الاحمر ثلاث مسابح جواريه اضافه الى اثنين مسابح اللي بقوط في قيد الانجاز على مستوى بلديه بوعلام وعلى مستوى بلديه بوطب اللي ان شاء الله نستلموهم قبل نهايه السنه الحاليه. فيما يخص المشاريع الكبرى على مستوى ولايه البيض مشروع انجاز ملعب على مستوى منطقه الذراع الاحمر، كذلك المشروع ملعب بلديه البنود يعني كذلك هبه قطريه، المشاريع الاخرى اللي غادي تكون الاستلام خلال هذه السنة نذكر منها الملاعب يعني الملاعب الجوارية الخمسة على مستوى البلديات والمركبات الرياضية الجوارية نحن كشباب نثمن هذه المجهودات التي يقوم بها يقوم بها القطاع في مجال السباحة خاصة ونتمنى يستغلوها أحسن استغلال ويحافظوا على هذه المشاهدات